بجد ترحب بحضراتكم مرة تانية، وشفنا في العناوين الاجتماع الخاص باللجنة الأولمبية الدولية، ولكن خلي عندك كده نوع من أنواع الفخر، خلي عندك نوع من أنواع التباهي بمصر، بتنظيم مصر، باللي بتقدمه مصر للعالم كله حاليا من إنجاز حقيقي، إنجاز في تنظيم أول بطولة عالمية في ظل هذه الجائحة، جائحة كورونا. بالأمس كان في اجتماع مهم جدا لرئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ، طبعا بحضور 206 دولة أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية. الاجتماع اتعمل طبعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وحضروا عن مصر ممثلا أكيد عن مصر المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث. الاجتماع كان مهم جدا جدا، وأكد فيه رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إن أولمبياد طوكيو إن شاء الله في ميعادها ومفيش أي تفكير في التأجيل، وفي إجراءات طبية كبيرة جدا هيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة بالتعاون أكيد مع منظمة الصحة العالمية.